ها نعم بدولة. اه صافي كل شيء. سوا اليوم سوا غدا حقوقنا ولا بد. سوا اليوم سوا غدا حقوقنا ولا بد. سوا اليوم سوا غدا حقوقنا ولا بد. الزبالة ها هي والسكنة فينا هي. الزبالة ها هي والسكنة فينا هي. الزبالة ها هي والسكنة فينا هي. يا رئيس دير بالك حوكا شاف انتظارك. 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 مشاهدينا الكرام ومتابعي قناة سكة ومحبوبة سلام اختي. المشكله اختي تعرضنا لواحد النصب واحتيال من طرف واحد الوداديه هذه اللي وداديه الوهاب سيدي مؤمن اللي نصب علينا فيها الرئيس والامين ديالو والمكتب اننا خدوا منا انا بعدا شخصيا خدوا مني 10 مليون في 2013 كيوعدونا على اساس ان كل 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 عام ولا سميتو غادي 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 يبنيو لينا شي حاجه ما كاينه. ودابا هاد الارض هي تعرضت للحجز من طرف الشركه والدليل على ذلك انه عاوتاني كينصب على الناس انه هو دا ما بقاش داير سميت ديك الواحه دايره بشكل صغير هنا داير شركه باش عاوتاني التقط واحد سميتو واحد ضحايا جدد. يعني من هذا المنبر هذا كنطالبوا القضاء بانصافنا وارجاع الاموال الباهظه اللي خدم منا. يعني كان اللي خدم منه 10 مليون 20 30 مليون 40 مليون الضحايا هنا ومازال وما كيعلنش على سميتو على الجمعات العامه باش نتلاقوا بالضحايا. هاد الاخوان تلاقينا معاهم غير بشكل فجائي. يعني اخ تعرف على اخ يعني مره عنده هنا شي تقريبا شي 300 وفما يفوق من الضحايا. يعني هنا بالنسبه لهاد بالنسبه كنطالبوا كنزيد نطالبوا بالقضاء يدخل ويرجع لي يرجع لنا الاموال ديالنا ويتابع هاد المجموعه ديال النصابه. هي يعني عصابه في الحقيقه يتابعهم امام القضاء. يعني ما دام ان هاد النصابه وهادو باقين في المغرب راه المغرب ما غاديش نمشيو بشكل القدام. يعني خص هاد النصاب يتابع قضائيا. واش ولا غير اللي سميتو يبغي يسترزق ويولي لاباس عليه يمشي يدير ودانيه. هادشي ماشي معقول. هادشي ماشي معقول هذا. والاخوان ديال الامن ولا ديال سميتو راه كلهم في الجانب ديالنا والناس ديال السلطات الامنيه والمحليه انهم في جانبنا باش نسترجعوا الحق ديالنا. وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم تحياتي. السلام عليكم تحياتي شوف تي في تحياتي للمغاربه كاملين. احنا الان كنتواجدوا في منطقه الواحه ديال منطقه سيدي مؤمن اللي كنتواجدوا في اكبر عمليه نصب اللي دازت على المغرب. يعني عمليه النصب يعني النصب والاحتيال كينصبوا على المواطنين كياخذوا لهم فلوسو كيوهموا باوهام يقول لهم راه الساكن غادي يكون هذه لمده 8 سنوات. وكنطالبوا حنا السلطات القضائيه ان باش تاخذ منا تاخذ الضحايا تاخذ لهم الحق ديالهم. راه الضحايا كاين اللي خايد الفلوس. انا حط انا الزوجه ديالي 12 مليون اللي حطينا هنا في الوراق 12 مليون. ها الوراق كاينين هنا كلشي ديال الواحه حنا نوريهم هذه الواحه اللي ساكن 12 مليون وكاينين الناس اللي حاطين حتى 10 مليون وكاين اللي حاط 80 مليون وكاينين الناس برا الجاليه في قطر في اسبانيا والناس تعرفنا لهم في الواتساب
وكنشكر هاد الناس اللي قاموا بالمجهودات باش اننا ناخذوا الحق ديالنا. كنحسوا بالظلم الشمته، ويلي في المغرب واحد كيتلقى عنده شيك 3 شهور كتجي السلطات كتشدو على قبل شيك. هذا راه ناصب على الملايير ديال الاموال، وناصب على الدوله، وناصب على الوحدات الصناعيه في المغرب. كنعرفو كاين العنوان ديالو، هما راه عصابه ديال السكن، عنده اربعه ديال السكن، هما عصابه اللي كيتاجروا في هادشي، عصابه الناس اللي كيتاجروا في هادشي ديال الضحايا. والو ما كاين، وانت كتشوفي ما كاين والو، الناس ساكنه جاو المشاريع تبناو كلهم الا هذا المشروع اللي نصبوا عليه. قدمنا شكايات وحنا كنتسارو كنمشيو كنتصنتو ليهم، ما كاين والو. كنطالبوا من الجهات القضاء ان تاخذ المجرى في هذه القضيه ان شاء الله. وعاش محمد السادس، وكنشروا هذه الامور كامله حنا قدامكم عبر اللايف ان شاء الله. وشكرا لكم جميعا. هضر اخويا، هضر انت، هضر ماشي مشكل، حقنا هذا، حقنا هذا جميعا. هضر اللي جاتك قول داكشي اللي كتعاني به. السلام عليكم. كما كتلاحظوا الاخوه، حنا تعرضنا لاكبر عمليه نصب، يعني راه عن اكثر من 10 سنوات، وهذا السيد هذا كينصب على الناس وكيوهمهم بالسكن. هو كينصب عليهم يعني بشكل كما كنقولوا حنا. انا عطيت دابا تقريبا عطيت شي 13 مليون ابار لي فري ديال مع كان قبل ما ندفعوا لي كنا كنمشي واحد البيرو انترميديير، ولكن توسطينا بينو وبينو كنا عطينا حد يعني سميتو مصاريف اخرى. يعني هذا السيد هذا كما قلت لك كينصب على الناس بطريقه اللي هي فنيه، يعني ديما كيوهمهم بانه تاورا مظلوم من طرف السلطه، يعني تاخرت لي في لوتوريزاسيون، كتقول لي بدل لي بلوم موديفي شحال من حاجه، وهذه كيبقى يعطل يعني كيبقى يتماطر كيبقى يعطل فينا. وكما كتشوفوا يعني البقعه تقريبا من نهار دفعنا ليه، من نهار عطينا دوك الاموال اللي عطينا هي باقا بحال هكا. حاجه وحده اللي كتبدل هي السميه وهاد اللافتات، السميه وهاد اللافتات هما اللي كيتبدلوا. انا شخصيا بعدا انا شخصيا راه كنا رفعنا عليه دعوه رفعنا على الوداديه، وحكمات لنا المحكمه وايدتها محكمه الاستئناف مؤخرا، ايدتها محكمه الاستئناف، ولكن كنتسناو دابا التنفيذ ديال الحكم، التنفيذ اللي باقي. المطالب ديالنا هي اننا نسترجعوا الاموال ديالنا، يعني بغض النظر على الاضرار يعني النفسيه اللي دايره شحال من واحد، يعني راه شحال من واحد انا كنعرفوا يعني تأزم نفسيا، وكاين اللي كاع طلق المرأة ديالو على قبل بسبب هذا المشكل هذا، يعني راه داير مشاكل كثيره للناس. وكنطلبوا من السلطات ومن الناس المسؤولين يعني يتدخلوا ويهضروا مع لان السيد هذا كيحس براسه بانه فوق القانون، يعني حتى واحد ما يقدر يهضر معاه، حتى واحد ما يقدر يقول له لا حبس شنو كدير ولا وقف على الشيء، يعني كيحس براسه شي حاجه اللي هي ما نعرف يعني في نعم. حنا كنطالبوا بحق ديالنا. شنو المتابعه كانت تشوف في هذه النسبه وغير الحق ديالهم، يعني ما بغاوش حاجه اخرى، وفلوسهم انهم يرجعوا فلوسهم. مشاهدينا الكرام ومتابعي قناه شوف تيفي، وصلنا الى نهايه هذا البث المباشر اللي كان مباشره من مدينه الدار البيضاء، وان شاء الله نلتقي معكم بث مباشر اخر. الى اللقاء.